اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ونحييكم ونرحب بكم في حفل تكريم رواد الاعمال الاكثر ابداعا في المملكه العربيه السعوديه لعام 2014. يسرنا في هذه اللحظات ان نلتقي بسيده الاعمال عفه جعفر الدباغ صاحبه شركه عفه للازياء. حياك الله. الله يحييك. ماذا يمثل لك تواجدك في قائمه فوربس لهذا العام؟ أكيد قائمة فوربس لها تقديرها ومكانتها في العالم العربي والعالم الغربي، وطبعاً أنا يشرفني أن أكون من ضمنها، وإن شاء الله هذه بداية خير لي وتكون تطوراتي للأحسن وللأفضل إن شاء الله. بالتأكيد واجهتك لحظات صعبة في مشوارك، مشوار نجاحك، يا ليت تحكي لنا عنها وكيفية التخلص من هذه العقبات، تفيد الشباب والشابات في الموضوع هذا. أكيد أنه أنا من الصعوبات اللي أنا بدأت فيها أنه في الإنتاج والتصنيع، وكمان يعني لأني أنا بدأت برأس مال جدا بسيط، فيعني كونت البزنس من حجم يعني بشكل بسيط وطورته، والبزنس الحمد لله بفضل الله كبر بطبيعته على مدار كذا سنة. فأكيد يعني أنه رأس المال بتكون أحيانا عقبة بعض المبتدئين في البزنس، وانا اشجعهم انهم يبداوا يعني على مستوى بسيط ويكبروا بشكل طبيعي. طيب برايك ما الذي تحتاجه المملكه العربيه السعوديه لتعزيز فرص الاستثمار امام رواد الاعمال؟ أكيد يعني نحن نتمنى أن يكون في دعم حكومي من الدولة، يعني مساعدات أو منحات للرواد الأعمال المبتدئين، ورواد الأعمال اللي حابين أنه يتوسعوا لهم مجال ناجحين في مجالهم. وطبعا البنوك أيضا يعني في العالم الغربي بيكون في تسهيلات بنكية متوفرة للبزنس الحجم الصغير، وهذا الشيء الآن في الدول العربية غير متوفر، وطبعا هذه التسهيلات بتساعد جدا للرواد الأعمال خصوصا المبتدئين. شكرا لك العافية. شكرا لكم. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، تنتظرونا قريبا إن شاء الله.